السلام عليكم، يا رب تكونوا جميعا بخير واهلا بيكم في فيديو جديد. مش هتكوني فنانة الا لو بعدتي عن الفن، وانا كإعلامية بشجع السينما النظيفة، السينما اللي ممكن توصل الخير للعالم كله. لكن الفن الساقط في بحر الهوى والشهوات وغرفات النوم المغلقة، دول الناس اللي رب العالمين قال عنهم اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم. معانا النهاردة قصة الفنانة أمل إبراهيم وقصة ارتدائها لأجمل حجاب. ولما تركت اللهو والعري والبعد عن الله، وصفت نفسها بأنها أسعد إنسانة في الدنيا. وبعدها بسنين طويلة ظهرت على الشاشة هي وابنها. وجزاكم الله عني كل خير اشتراك ولايك، عشان أنا لسه قناتي مبتدئة. واشتغلت في يوم من الأيام مع أكبر نجوم الفن في مصر. هي من حي بولاق واسمها عبلة إبراهيم محجوب. كانت بتعمل أفلام بسيطة في الأول، وسنة 73 عملت فيلم مدرسة المشاغبين، وعملت الفيلم مع نجلاء فتحي ومحمود ياسين. وبعدها طلعت في حديث تلفزيوني واتكلمت مع الناس، وقالت إنها دخلت مستشفى الأمراض النفسية، ووضحت للناس إن ده كان بسبب عمل فني. وقالت كمان مسكينة إنها تعرضت للضرب المبرح من إحدى الممرضات. وساعتها المخرج منير راضي إداها دور في فيلم أيام الغضب، وبيقول إن هو كان قلقان عليها بسبب إن الدور ده هيخليها تقعد في مستشفى الأمراض النفسية فترة. وأنا من وجهة نظري إن ده كان فيلم بالنسبة لها يعني سيء، لأنها عرضت نفسها لمشاكل أو مناظر مؤلمة. ولما ظهرت في برنامج صاحبة السعادة قالت كلمات جميلة جدا مش ممكن أنساها. لما سألتها إسعاد يونس وقالت لها إيه أخبارك مع الحجاب وأخبار حياتك، قالت إن أنا بعيش أجمل حياة في القرب من الله سبحانه وتعالى. دي أجمل كلمات، دي فعلا تستحق أن يتقال عليها فنانة. حبيبي يا الله، تفننوا في قول حبيبي يا الله ومناجاته سبحانه. والكلمة دي أحب كلمات لقلبي، لأن هي السبب وهي السر في أني بشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. بفكركم وبفكر نفسي أني أعظم شيء بيندم عليه الإنسان يوم دخول قبره لحظة لم يذكر الله فيها. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.